أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس فوتوشوب 2020. أهلا بكم. اختيار الألوان أو التدرجات اللونية بشكل مناسب هي من أهم الأمور اللي لابد أن يتقنها المصمم. وحتى نختار الألوان والتدرجات اللونية بشكل مناسب عندنا خيارين، يا أما تكون عندنا خبرة وممارسة طويلة حتى نعرف اللون الجيد من المو جيد، أو ممكن نستعين بالتقنيات الحديثة اللي ممكن تساعدنا بهالمجال. وإن من أشهر وأفضل هذه التقنيات هو موقع أدوبي لاختيار الألوان بشكل احترافي. خلي نتابع سوية كيفية استخدام هذا الموقع والاستفادة منه. بعد ما ندخل إلى موقع أدوبي الخاص بالألوان اللي هو color.adobe.com، من ضمن هذه الخيارات اللي هو Extract Gradient، نضغط عليها راح تطلع لنا هذه النافذة. هذه النافذة فكرتها إنه نحدد صورة من الحاسوب، وطبعاً الموقع راح يستخرج لنا الألوان والتدرجات من هذه الصورة. فنجي إلى Select File، وطبعاً نحدد هذه الصورة مثلاً، ومن ثم Open. ننتظر انه راح يحدد لنا البرنامج يستخرج لنا الالوان. طبعا استخرج لنا منا لون ومنا لون واللون الثالث. طبعا هنا عندنا ثلاثة الوان، ممكن انه نزيد بعدد الالوان راح يستخرج لنا الوان اكثر وبالتالي تدرجات اكثر. مثل ما نلاحظ انه هذه الالوان هي الوان مستخلصة من الطبيعة، فطبعا ممكن نستخدمها بالفوتوشوب بسهولة جدا. كيف نستخدم هذه الالوان؟ طبعا نجي نضغط على هذا الامر كوبي بهذه الطريقة، نجي إلى برنامج فوتوشوب، وطبعا ممكن نجي هنا بهذا الجزء ونضغط على بيست، كليك أيمن بيست راح يجينا هذا اللون، ومن ثم أد تو سواتش راح يجينا اللون بالسواتش. وهكذا بإمكاننا نسحب بقية الألوان، مثلا هذا اللون اللي هو الأحمر أضغط على كوبي، ومن ثم أجي إلى فوتوشوب وألصق هذا اللون، ومن ثم add to swatch راح يجي لي اللون بالسواتش، وهكذا أقدر أجمع هذه الألوان. أيضا عندنا هنا extract color theme، هنا راح يعطينا خريطة لونية متناسقة جدا مستوحاة من الصورة. أيضا بإمكاننا هنا أختار أي لون وأضيفه للسواتش، مثلا هذا اللون بعد ما يكون copy. طبعا نجي للسواتش هنا كليك أيمن، وطبعا احذف ديليت ومن ثم بيست واد تو سواتش، وهكذا اسحب هذه الالوان وممكن استخدمها بالتصميم. طبعا ممكن تعطينا لمسات جميله جدا. طبعا ممكن هذا اللون عجبني اخذ كوبي، وممكن انه يكون عندي جراديانت، ممكن اسوي جراديانت من خلال اجي الى هذا الخيار. مثلا هذه الالوان حبيت اسويها جراديانت متدرج، يعني هذا اللون المصمت حبيت اسويه جراديانت، اجي هنا اضغط على هذا الخيار كوبي، واجي الى هذه الاداة اللي هي طبعا اداة جديدة بالموقع، اختار اي جزء، هذا الجزء او هذا الجزء، واحذف النص كله، لابد انه احذف الهاشتاج، حتى الهاشتاج لابد انه احذفها بهذه الطريقة. طبعا اذا ما انحذفت اضغط هنا كليك ايمن لصق واحذف واحدة من هذه الهاشتاجات، وراح الاحظ انه راح يعطيني هذا اللون، وهنا عندي تدرجات، يعني عندي هنا بهذه الطريقة هذا تدرج، ممكن اخذ كوبي وطبعا ممكن اضيفه لي الفوتوشوب هنا بيست اد تو سواتش، هذا الجزء اللي هنا ممكن اخذه كوبي واجي لي الفوتوشوب، وطبعا اد تو سواتش اللي هو هذا نفسه واضيفه اد تو سواتش، الاحظ انه صار عندي هاللونين. طبعا هاللونين اقدر اسويهن جراديانت من خلال انه بعد ما فتحت برنامج فوتوشوب اجي هنا بهذه المنطقة، هذه الاداة اللي هي اداة الجراديانت، بعد ما اختاريتها اجي اضغط عليها هنا بالاعلى. طبعا عندي مجموعة من التدرجات ممكن استخدمها، تدرجات جاهزة، وممكن اني اصنع تدرجات. طيب انا عندي هاللونين اللي هن هالتدرج، هذا التدرج اللي هو تدرج جميل جدا، من خلال انه اضغط على هذا الجزء هنا بالايسر، اضغط هنا كليك واختار هذا اللون ومن ثم اوكي، بعدين اجي الى هذا الجزء واضغط على هذا اللون ومن ثم اوكي، الاحظ انه صار عندي
هالتدرج. يعني إذا أجي هنا حتى أفعل هذا التدرج راح أجي أضغط مثلا بهذه الطريقة، ألاحظ أنه التدرج أصبح بهذا الشكل. طيب لو عندي شكل هنا بهذه الطريقة وهذا الشكل هو بهذا اللون، ألاحظ أن الخلفيات المصمتة في بعض الأحيان تكون غير جاذبة وغير احترافية. يعني إذا لاحظ أن هذه الخلفية وهذه الخلفية، لاحظ أن هذه الخلفية تحس بها عمق، تحس بها ظلال، تحس بها احترافية. فلذلك ضروري أنه نستخدم الخلفيات اللي بها تدرجات خفيفة بنفس الألوان. يعني ما أجي أني أستخدم تدرج بحيث ألوان مضادة، لا، بنفس اللون الأحمر استخدمت به تدرج بسيط، بالتالي أنطاني لمسة جميلة وعمق قوي جدا بالتصميم. يعني عندما أجي هنا بهذا الشكل راح أرسم هذا الشكل، وهذا الشكل راح أضيف له تدرج. طيب أول مرة خلي أحدد التدرج اللي أنا أريد أضيفه، مثلا نفس هذه الصورة راح اختار التدرج اللي باللون الازرق مثلا السمائي او الازرق، مثلا خليني اختار هذا اللون اللي هو السمائي او هذا اللون اللي هو الاخضر الفاتح. طيب راح اجي لهنا راح امسح هذا اللون وراح اضيفه وامسح واحدة من هذه الهاشتاقات. طيب عدي هذا التدرج، طبعا ممكن اجي اختار بهذه المنطقة، اختار مثلا كوبي وبالفوتوشوب اضيف هذا اللون، طبعا هو اللي مضيوف هنا بس خلي نضيفه من جديد، راح امسح ومن ثم اوكي، وراح اضيف اللون الاخر اللي هو ممكن يكون مثلا هذا اللون، واجي الى الفوتوشوب راح أضيف هذا اللون الجديد اللي أنا ضفته Add to Swatch. طيب أنا عندي شكل، هذا الشكل وحبيت أضيف له Gradient، أول مرة لابد أنه أصنع هذا Gradient، أجي هنا بهذه الطريقة، هذا Gradient اللي أنا صنعته لابد أنه أحفظه، فأحفظه من خلال أضغط على New راح يتم حفظه بهذه الطريقة. طيب راح أصنع Gradient جديد، أضغط على هذا الخيار ومن ثم أضغط على هذا اللون مثلا، واجي اضغط هنا واختار اللون الاغمق بهذه الطريقة، ممكن شوية اغمقه اوكي ومن ثم اوكي. طيب هذا الجريدينت حتى اخزنه اضغط على نيو راح يتم تخزينه، صار عندي جريدينت باللون الاحمر وجريدينت باللون الاخضر او الاصفر الفاتح. طيب هذا الشكل حتى اضيف له جريدينت اجي اضغط دبل كليك هنا بهذه المنطقة دبل كليك، واجي الى gradient واختار الgradient اللي انا صنعته اللي هو هذا الgradient. طبعا نقدر نتحكم بالزاوية، زاوية الgradient ممكن يكون بهذه الطريقة ممكن بهذه الطريقة، ومن ثم اوكي. الاحظ انه هذا الشكل تم اضافة الgradient اليه، بامكاني انه اكبر الشكل بهذه الطريقة، وطبعا ممكن اضيف نص، ممكن يكون هذا النص مثلا عالم بهاء الاحترافي. وممكن هذا النص يكون بهذه المنطقة، طبعا ممكن النص يصغر قليلا بهذا الشكل. جيد جدا. الآن بإمكاني أنه أصنع فت فقرة بسيطة جدا، راح أكبر الشكل وأجي أضيف فد شكل مربع بهذه الطريقة، وهذا الشكل المربع راح أخلي لونه أسود يكون باللون الأسود، وراح أخليه هنا هذا الشكل، وأجي إلى أداة التحديد تحديد النقاط، أضغط هنا كليك أيمن وأختار Direct Selection و أضغط دبل كليك على هذه النقطة اللي بالأعلى، دبل كليك بهذه النقطة ومن ثم ديليت، طبعا تظهر لي هذه الرسالة أوكي. بهذه الطريقة الآن قدرت أحذف هذا النقطة بهذا الشكل. طيب الآن هذا الشكل راح أستنسخه وأقلبه بالزاوية المناظرة بهذا الشكل، وطبعا راح أضغط على علامة الأوكي
ومن ثم دبل كليك على اللون بهذه المنطقة وراح اختار هذا اللون. هنا أنا إذا ألاحظ أصبح عندي تأثير الورقة المثنية، طبعا يعطيني تأثير جميل ولطيف بنفس الوقت. إذا ألاحظ أنه استخدام التدرجات راح يعطيني عمق لطيف وقوي جدا بالتصميم. أداة الجراديانت من الأدوات المهمة جدا واللي أستخدمها بكثرة في أغلب التصاميم. أتمنى الاهتمام بهذه الأداة واستخدام تدرجات متقاربة ممكن تضيف لمسة قوية إلى التصميم. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.